السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد. كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. تردد جديد ظهر على منها سات لقناة أي فيلم عربك، واحدة من أجمل القنوات في عالم الفن والدراما، وقناة متنوعة ومميزة جدا جدا. لو القيمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح عليها بسهولة جدا هتدخل على الشروحات اللي بقدمها داخل قناتي، ومن خلالها هتعرف ازاي تضيف أي قناة على جهازك، سواء إذا كان عندك ريسيفر عادي أو أي شاشة عرض بتحتوي على ريسيفر داخلي. كل الشروحات موجودة، ومن خلالها هتعرف ازاي تضيف أي قناة أو أي تردد على جهازك بكل سهولة. أما بالنسبة لقيمة السان بلس وكل الأجهزة الشبيهة اللي هتتعامل بنفس المنيو اللي قدام حضراتكم، أكتر من 90% من الأجهزة الموجودة في السوق هنتعامل بنفس الخطوات عشان نضيف القناة أو أي تردد. أول حاجة بالنسبة للقوائم العربية، كل اللي هعمله أضغط من الريموت على زرار المنيو وأقف على كلمة التركيب وأضغط على أوكي. هيظهر معايا قائمة تانية وفيها قائمة الترددات، بنزل على قائمة الترددات وأضغط على أوكي عشان يظهر لي قائمة الترددات اللي من خلالها أقدر أضيف القناة. ده بالنسبة لشرح القوائم العربي. نيجي بالنسبة لشرح القوائم الإنجليش، وتعامل معاه سهل جدا. عشان اضيف القناه كل اللي اعمله اضغط من الريموت على زرار المنيو واقف على كلمه انسليشن اضغط على اوكي. هيظهر لي قائمه ثانيه وفيها كلمه ترانزبورد ليست، بنزل على كلمه ترانزبورد ليست اضغط على اوكي من الريموت. هيظهر معايا قائمه الترددات اللي من خلالها اقدر اضيف التردد بتاعي. وفي حاله ما بضغط من الريموت على زرار المنيو وما لقاش كلمه انسليشن ظاهره عندي على الشاشه، بعد ما بضغط على المنيو هتحرك بالاسهم اليمين والشمال او فوق او تحت حسب القائمه الموجوده عندي. هيظهر لي كلمة انسليشن اضغط على اوكي. بعد ما بضغط على المنيو واتحرك بالاسهم ظهر لي كلمة انسليشن ضغطت على اوكي، وانزل على كلمة ترانزبورد ليست اقف عليها واضغط اوكي. هيظهر لي قائمة الترددات، كل اللي اعمله اضغط على الزرار الاحمر من الريموت واكتب التردد بتاعي 11636. معدل الترميز بخليه 27500، والخطبية اهم حاجة بخليها اتش هوريزونتال عن طريق السهم اليمين والشمال. بعد كده بضغط اوكي واجي الخطوة اللي بعد كده وانا واقف على التردد اضغط من الريموت على الزرار الازرق. هيظهر معايا قائمة فرعية ومكتوب فيها كلمة سكان من فوق. ما بغيرش في القائمة ده اي حاجة، كل اللي اعمله اضغط على اوكي، وبالتالي التردد هينزل والجهاز هيبحث معايا القنوات بصورة طبيعية جدا. وبعد ما البحث يكتمل هيظهر لي رسالة فرعية مكتوب فيها سيف سيرش ريزلت، فيما معناه هل تريد الحفظ؟ بتأكد ان انا واقف على كلمة يس واضغط اوكي من الريموت. هيظهر معايا رسالة فرعية مكتوب فيها داتا سيفنج، يعني جرى حفظ البيانات. بصبر لحد ما رسالة داتا سيفنج تختفي من على الشاشة، ومجرد ما الرسالة تختفي أقدر أستعرض قائمة القنوات بزرار أوكي، وأروح لآخر القائمة عشان ألاقي قناة جميلة جدا جدا مكتوب عليها أي فيلم عربك، واحدة من أجمل القنوات في عالم الفن والدراما، بتقدم دراما حصرية بشكل مميز عن النايل سات. قناة أي فيلم عربك إضافة جميلة ومميزة لقنوات الدراما الموجودة على النايل سات، وده أحد التردد للقناة بتاريخ شهر 8 أو بتاريخ شهر أغسطس لعام 2021. أي فيلم عربك موجود على تردد 11636، معدل الترميز 27500، والخطبية اتش هوريزونتال أفقي. 11636، معدل الترميز 27500، والخطبية اتش هوريزونتال أفقي. التردد إشارته عالية وبيسهل استقباله بأطباق تبدأ من 60 أو 70 سنتي، وبيعمل على جميع أنواع الرسيفرات وجميع أنواع الأجهزة وكل الشاشات العرض اللي بتحتوي على الرسيفر الداخلي. أي فيلم عربك إضافة جميلة ومميزة جدا لقنوات الفن والدراما الموجودة على النايل سات، اللي بنصح الكل ينزلها على جهازه. بكده حلقة النهاردة خلصت، والسلام في كل الترددات الجديدة والحصرية. أشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.